طيب هنا بقى رئيس اخترناه بإرادتنا، ده سؤال مهم جدا، وأنا دايما كنت بقوله مهم جدا أن تكون هناك كتلة تصويتية كبيرة تقول للرئيس القادم احنا اخترناك لكن لدينا طلبات، بمعنى أنه ليس شيك على بياض، يعني اختيار الناس ودعمهم لأي رئيس قادم هو بيقول له أنا اخترتك، أنا بدعمك، أنا داعم ليك برغم الصعاب، برغم برغم برغم، لكن أنا ليا طلبات. هنا الدعم ده هو يعني دعم فخلاص يعني، ولا دعم فعلا له مستحقات، له استحقاقات لدى المواطن؟ خليني اقول لك ان الدعم الرئيسي هو البحث عن الامان والاستقرار. المرحله اللي مرت في مصر من الفوضى دفعت المصريين، وده اللي بيدفع المراه المصريه اساسا هو الرغبه في الامان والرغبه في الاستقرار. انا عايز اقول لك كمان انه لجان المغتربين كانت اكثر كثافه، وده عنصر انه دول ما كانوش بيتمكنوا من التصويت، لما تمكنوا من التصويت صوتوا. كمان الناس شعرة انه المحيط الاقليمي في مشاكل متعدده، ان الاول مره يحسوا ان الامن القومي المصري في خطر، ده دفع عدد كبير انه ينزل الانتخابات بحيث يتمتع الرئيس المصري القادم بغطاء شعبي يمكنه من التعبير عن إرادة المصريين بكل قوة. ودي نقطة مهمة. ده جزء رئيسي دفع عدد كبير، وده بالمناسبة ده اللي دفع عدد كبير من الشباب. لما تديري حوارات مع الشباب يقول لك احنا حسينا ان مصر عايزة رئيس قوي، وعايزة الرئيس ده يتمتع بغطاء شعبي كبير يمكنه من انه يعبر عن إرادة المصريين تعبير سليم. انا اقدر اقول لك كمان انه احداث غزة اغقزت الشعور الوطني وأيقظت فكرة الانتماء للوطن والمحافظة على الوطن. أنت في محيط إقليمي غالبية الأوطان فيه تحللت، فالناس شاعرين أن الدولة المصرية ما زالت تمتلك من القوة ما يمكنها من بناء دولة ديمقراطية حديثة. خلينا أذكرك كمان أن احنا بنحتفل السنة الجاية بمرور 100 سنة على انتخابات 24، يعني عندنا في خبرات متراكمة لدى المصريين أدركوا أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة.